نشرت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من حوالي أسبوع شائعة وفاة نجم بوليود القدير أميتاب باتشان، والذي يعد كبير الدراما السينمائية، وانتشر. ولد في 11 أكتوبر 1942، بما يعني أنه يبلغ حاليا حوالي 77 سنة. هو مغني وممثل ومنتج ومقدم برامج هندي، حصل على شعبية واسعة جدا في بداية السبعينيات من القرن العشرين بأفلام مثل زانجير وديوار، حيث عرف باسم الشاب الغاضب في السينما الهندية، وظهر منذ ذلك الحين في أكثر من 180 فيلم. في حياته المهنية التي امتدت لأكثر من 4 عقود، وكشف النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان أنه لا ينتمي إلى أي دين. جاء ذلك في خلال احتفاله بذكرى ميلاد المهاتما غاندي بإحدى حلقات برنامجه الشهير من سيربح المليون. وقال: عندما كنت أدرس في رياض الأطفال سئل والدي عن لقبي، ثم قرر أن يكون اسم عائلتي هو باتشان. وعندما يأتي موظف التعداد إلى بيتي يسألونني عن ديني، كنت أجيب دائما أنني لا أنتمي إلى أي دين، أنا هندي. وعن التزامه ببعض الطقوس التي تتأرجح ما بين الهندوسية والإسلام تحدث باتشان أيضا عنها، باعتبار أنها مجرد تقاليد جميلة يتبعها لما بها من سمو واحترام. وكان أميتاب قد قال بلقاء تلفزيوني سابق في أثناء زيارة لمصر أنه لا توجد أي مؤسسة في العالم تستطيع أن توحد الناس مثل السينما، معللا ذلك بأن المسلم والمسيحي والهندوسي جميعهم يتأثرون بنفس المشاهد التي تعرض أمامهم في الأفلام. وعن السنوات الأخيرة في الهند والتي شهدت تعصب ديني، قال باتشان أن أشهر 3 ممثلين في الهند حاليا من المسلمين، في إشارة منه إلى الشهرة الواسعة التي حققها شاروخان وعامر خان وسلمان خان، مؤكدا أن الهنود يحبونهم ويتأثرون بهم بغض النظر عن ديانتهم. هنشوف بقى حكاية انفصاله عن مراته بعد 44 سنة زواج للأسف. في يناير 2017، وبعد قصة حب كبيرة وحياة زوجية مستقرة دامت لأكثر من 44 سنة، انفصل النجم الهندي العالمي أميتاب باتشان وزوجته الفنانة جايا باتشان. الخبر الذي نزل كالصاعقة الوسط الفني في بوليود وكذلك محبيهم في كل أرجاء العالم، بعدما شهدوا على قصة حبهما الكبيرة والتي رسماها في العديد من أفلام بوليود. جمع الحب أميتاب باتشان وزوجته جايا باتشان في أعمالهما الدرامية الهندية وفي الحياة الحقيقية، وازدهر خلال تصوير فيلم زنجير، وتطور لتبدأ حياتهما الزوجية عام 1973. رغم ما حققته جايا باتشان من شهرة، فقد اعتزلت وهي في قمة مجدها لرعاية زوجها وابنها أبي شيك وابنتها شويتا. هنا دي صور نادرة لأميتاب باتشان وجايا، وهنا مع عيالهم. دي جايا للأسف طلقوا بعد 44 سنة زواج. المشاعر الباردة التي كانت واضحة بين جايا باتشان والنجمة إيشواريا راي زوجة ابنها أبي هاشيك باتشان كانت أحد أسباب الخلاف بين أميتاب وزوجته. دي صورة نادرة اللي على اليمين أميتاب باتشان طبعا، وجنبه زوجته جايا، فصلوا دلوقتي، واللي جنبها دي زوجة ابنه إيشواريا راي، ودي صورة تانية ليهم. بعد خلافات كثيرة بين أميتاب باتشان وزوجته جايا باتشان تم الانفصال بالفعل، لكنهما اتفقا على السرية حفاظا على الروابط والاحترام المتبادل والعلاقات الأسرية. هنا أميتاب باتشان أسطورة السينما الهندية كلنا فاكرينه طبعا، وجايا باتشان كانت قصة حب أسطورية بينهم. دي صور تجمعهم. مفاجأة سارة كانت في انتظار الفنان المصري حسن الرداد بطلها النجم الهندي أميتاب باتشان، والذي حرص على توجيه رسالة إلى حسن الرداد بالتزامن مع احتفال حسن الرداد بعيد ميلاده. ده أميتاب باتشان وحسن الرداد، هنشوف قال له إيه والرداد رد عليه.
تلك الرسالة المصورة التي نشرها حسن الرداد عبر حسابه على انستغرام، وظهر فيها نجم بوليود أميتاب باتشان، وهو يوجه حديثه للرداد عبر مقطع فيديو ذكره فيه بلقائهما معا حينما زار أميتاب باتشان مصر. دي رسالة، وأعرب عن أمله في أن يجمعهما لقاء آخر مجددا من أجل الجلوس معا والحديث، كما أعرب عن أمنياته للرداد في أن يحقق الأفضل وأن يحقق النجاح في كافة أفلامه التي يقدمها. وبدوره علق حسن الرداد على تلك الرسالة التي وصلته، مؤكدا أنه يتشرف بالحصول على هذه الأمنيات من أسطورة بوليود أميتاب باتشان، مشيرا إلى كونه يشعر بسعادة غامرة لتلقي دعوة إلى مومباي من واحد من أعظم الممثلين في هذه الصناعة. طبعا رسالة مشجعة، وهنا بيقول أهو: أنا من عظيم شرفي إن أنا أتلقى هذه الرسالة. حسن الرداد تحدث من قبل عن مدى إعجابه بالنجم الهندي أميتاب باتشان، خاصة أنه السبب الرئيسي في حبه للتمثيل ورغبته بالعمل كممثل، حيث كان دائما ما يشاهد كافة أفلامه ويقوم بتقليد حركاته. وحينما زار أميتاب باتشان مصر مطلع تسعينيات القرن الماضي، كان الرداد يرغب في القدوم من طنطا مخصوصا لرؤيته، لكن والده رفض ذلك، وهو ما تسبب ساعتها في بكاء حسن الرداد. وحينما حل أميتاب باتشان ضيفا على مصر قبل حوالي عامين أو أكثر، وقتها حرص الرداد على تحقيق أمنيته بلقاء نجم بوليود، والتقط معه عددا من الصور التذكارية كما أخبره بدوره في حياته الفنية. أعلن النجم العالمي أبي هيشيك باتشان إصابته بفيروس كورونا بعد إعلان والده أسطورة الهند النجم العالمي أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصي على تويتر، حيث كتب خلال تدوينة له: في وقت سابق من اليوم أصبت أنا ووالدي بإيجابية للإصابة بكوفيد 19، ولقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة، ويتم حاليا عمل اختبار لعائلتنا ولموظفينا، وأطلب من الجميع أن يبقوا هادئين ولا داعي للذعر. شكرا لكم. ده أميتاب باتشان أسطورة الهند طبعا ونجله، وده البوست اللي عمله نجل أميتاب باتشان وكشف فيه إصابته هو ووالده. كان أسطورة السينما الهندية أميتاب باتشان قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ونقله لأحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية والخضوع للعزل الصحي. وكتب النجم الهندي صاحب 77 سنة بوست عبر حسابه الشخصي بموقع الفيسبوك ليعلن إصابته بالفيروس المتفشي في جميع أنحاء العالم، وقال: أظهرت نتائج اختبار كوفيد اليوم إيجابية التحليل، وانتقلت للمستشفى، وخضع جميع أفراد الأسرة وجميع المخالطين للاختبارات، وفي انتظار النتائج كل من كان على مقربة مني خلال الـ10 أيام الماضية يرجى أن يخضع للاختبار. ويعيش أميتاب باتشان في مومباي، والتي كانت واحدة من أكثر المدن تضررا من أمراض الجهاز التنفسي القاتلة في الهند، مسجلة 91,745 حالة و5224 حالة وفاة حتى الآن، في المرتبة الثانية بعد دلهي. وحاليا يتواجد الممثل الأسطوري في وحدة عزل الجهاز التنفسي في مستشفى ناناباتي في مومباي، وقال الأطباء أنه يستجيب بشكل جيد للعلاج. وقال وزير الصحة في ولاية مهارا شترا راجيش توبل لـ NDTV أنه لا يعاني من أعراض قاسية والحالة مستقرة. ربنا يشفيه. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا